أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني، وحب الله يغمرني، فربي ليس ينساني. أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحري دون نحرك يا رسول الله، هذه كلمة أحبابي في الله اعتدنا أن نسمعها من الرجال، فهل يمكن أن تقولها امرأة؟ عجب عجاب أحبابي في الله، حينما تقول هذه الكلمة امرأة من الصحابيات الفضليات، إنها أم عمارة نسيبة بنت كعب، تخرج هي وزوجها وولداها عبد الله وحبيب ابن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. وحينما أحدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، وخالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتف خالد بن الوليد وطوق جيش المسلمين، مجموعة من الجيش تراجعت، ومجموعة أحدقت والتفت حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعد العشرة، ومجموعة حصلت فيها ارتباكة شديدة وأشيع بينهم أن رسول الله قد قتل، وحصل هذا الارتباك، فكان هم مجموعة من الصحابة أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت أم عمارة في بداية الأمر همها أن تسقي العطش وتضمد الجرحى، ولما رأت هذا المنظر طارت هي وزوجها وولداها لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عجب عجاب، أن تأتي امرأة حينما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعته على مثل ما يبايع الرجال، أنها بايعت على النصرة، والآن توفي بيعتها وتأتي لتنصر النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي لتسد الثغرة لئلا تخلص سهام الغدر والمكر والكيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام يطيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلون بين يدي رسول الله حماية ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الأمر إلى صحابي جليل هو عمارة بن يزيد ابن السكن. طار الصحابة أبو بكر وعمر ومجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عمارة ابن يزيد ابن السكن ووضعوه وقربوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أحبابي إلى هذا الشيء المؤثر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسادة عمارة قدمه صلى الله عليه وسلم، ثم فاضت روح عمارة ابن يزيد ابن السكن وخده متوسد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عمارة تقاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ابن قمئة فتتصدى لابن قمئة، سبحانك ربي، ابن قمئة الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عدة ضربات، ولكن بسبب الدرعين اللذين يلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل من الموت، يقول له خذها وأنا ابن قمئة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. وطلحة يقاتل حتى أن يده تشل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتل قتالا عجيبا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول هذا اليوم كله لطلحة. الصحابة يضربون المثل، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لدرجة أن تكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكسر رباعية النبي ويشج وتكلم شفة النبي السفلى ويسيل أطهر دم على الأرض، والصحابة يقتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أحبابي في الله، آخر يضربه فتنغرس حلقة المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عمارة تقف لتتصدى لابن قمئة فيضربها ابن قمئة ضربات مؤثرة ظلت تشتكي منها مدة طويلة لتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا العجب العجاب، امرأة تفعل كل ذلك، امرأة تحمي النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلقى السهام والنبال والطعنات،
لئلا يقتل رسول الله، لئلا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، ويأتي أبو عبيدة وأبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس حال المرأة فقط نحري دون نحرك يا رسول الله، بل هذا هو حال أصحاب النبي الذين كما سمعتم أحبابي في الله، عمارة بن يزيد بن السكن، أبو بكر الصديق، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، يرمي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، ويأتي أبو بكر الصديق ويجد الدم يسيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسارع لينزع حلقة المغفر، فيقسم عليه أبو عبيدة بن الجراح، فيأتي أبو عبيدة رضي الله عنه ليأخذ حلقة المغفر ليخلعهما من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجد اليد ليس فيها الحنو الكافي على رسول الله، فيمسكهما بأسنانه وينضض حلقة المغفر، يعني بيحاول يخرجها ببطء شديد لئلا تؤثر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتنكسر سنة أبي عبيدة بن الجراح العليا المقدمة. ويأتي على الحلقة الأخرى يسارع أبو بكر فيقول له لا بل أنا، وتكسر رباعية أبي عبيدة السفلى ليصير أبا عبيدة أهتما. السنتين اللي فوق اللي في النص والسنتين اللي تحت اللي في النص مش موجودين عند أبي عبيدة، وزاده الله عز وجل حسنا بذلك، هتمه أفضل هتم، وما زاده ذلك إلا حسنا. نحري دون نحرك يا رسول الله، ده حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نفعل نحن الآن حينما نسمع الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نجد أناس يسبون النبي ويتكلمون ويسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين حبنا كما أحب هؤلاء؟ هذه رسالة عاجلة مهمة، أدعو الله أن يعيننا على أن نبذل لنثبت حبنا لرسول الله حبا عمليا. أدعو ربي تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله. أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني، وحب الله يغمرني فربي ليس إنساني. أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني، وحب الله يغمرني فربي ليس إنساني. وأدعو الله يسترني وأدعو الله يرعاني، وسنتنا لنا عون